بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون في هذه الأيام العصيبة التي يعيش العالم بأسره حالة من الذعر والخوف والقلق والهلع جراء هذا المرض الخطير الذي يسمى بكورونا، استنفار شديد على أعلى المستويات واتخاذ كافة التدابير وأخذ الحيطة والحذر الشديدين من تفشي هذا المرض القاتل الحقير حجما الخطير فعلا وفتكا. لكن في الحقيقة أيها المسلمون أيها الناس، ما هذا الوباء الذي أصبح ينتقل من إنسان إلى إنسان ومن بلد إلى بلد ومن قارة إلى قارة، ما هو إلا جند من جنود الله سبحانه وتعالى، ودليل على عظمة ذلك الرب العزيز القدير جل جلاله لينبه خلقه عما هم فيه من الانهماك فيما حرم الله والبعد عن جنابه الكريم جل جلاله، وليعلموا أن لهم ربا عظيما إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، علهم أن يتوبوا إلى ربهم ويثوبوا إلى رشدهم. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، صدق الله العظيم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: خمس خصال يا معشر المهاجرين أن تنزل بكم، أعوذ بالله أن تدركوهن. فذكر عليه الصلاة والسلام أول خصلة من هذه الخصال فقال: لم تظهر الفاحشة في قوم من قط حتى يعلنوا، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن فشت في أسلافهم، إلى آخر الحديث الشريف. وإننا نرى ما بين الحين والآخر، ونسمع بظهور مرض من الأمراض ووباء من الأوبئة التي لم تكن موجودة في أسلافنا من قبل. يقول الإمام الجنيد البغدادي قدس الله سره: في الأمراض والأوجاع خصال أربع: تطهير وتكفير وتذكير وتقييد. تطهير عن الكبائر، وتكفير للصغائر، وتذكير بالرب عز وجل، وتقييد عن المعاصي. وإن الدواء النافع والعلاج الناجع لمثل هذه الظواهر المخيفة أيها الناس هو الالتجاء إلى الله تعالى بخضوع وافتقار وخشوع بين يديه بذل وانكسار، والتوبة النصوحة، والتقرب إليه تعالى بأنواع القربات، حتى يكشف الله تعالى عنا جميع النوائب والكربات، ويرفع عنا جميع المصائب والنكبات. مع هذا أيها المسلمون، فلا بد لنا من العمل بالأسباب الظاهرية والاحتراز من هذا المرض الخطير، ثم نتوكل على الله تعالى
وهذا ما أمرنا به الشرع الحنيف وأرشدنا إليه رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. روي أنه جاء رجل على ناقة له فقال: يا رسول الله، أدعها وأتوكل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعقلها وتوكل. فلا بد شرعا أيها المسلمون من اتخاذ كافة الأسباب اللازمة لمنع تفشي هذا الوباء الخطير وانتشاره. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الطاعون: إذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا كان بأرض ولستم بها فلا تدخلوها. أرجو الله تعالى من فضله وكرمه أن يوفقنا للتوبة النصوح التي لا ننكث بعدها أبدا، وأن يردنا والمسلمين إلى دينه ردا جميلا، وأن يكشف عنا جميعا هذا السقم وهذا البلاء. وعلينا أن نكثر من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. وعلينا يا أخوة أن نواظب أيضا على الدعاء الذي كان يقوله ويعلمه مولانا خالد النقشبندي ذو الجناحين قدس الله سره، وقال عنه بأنه ترياق مجرب لدفع الطاعون. وهذا الدعاء يواظب عليه أبناء الطريقة النقشبندية عقب كل صلاة مفروضة كالعادة يا أخوة، وهو: اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. يكرر 3 مرات، ثم نقول: إلهي صلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.